السلام عليكم مرة ثانية. ما أعرف انقطع الخط، شفت يجي كنا نحكي على أنواع ثانية للذبحة الصدرية اللي هي خطأ يراد لها تداخل جراحي، يعني قسطرة بصورة يعني أكيدة. مثلا الذبحة الصدرية إذا جتي عندك أول مرة، بس هي شنو صار؟ يعني أول مرة جتك كانت 5 دقائق ألم وراح، ورا يومين ثلاثة قامت تجيك 10 دقائق، يعني يعني أسوأ وأسوأ تجيك الحالة هاي. يعني معناها إنه أكو سداد، يعني أكو بناء، أكو هاي الخطرة تكبر تكبر وتسد الشريان مالتك، فلازم تروح عند الطبيب يسوي لكم قسطرة ويفتحها. نحكي لكم على القسطرة بعدين إن شاء الله. شكرا للقلوب، شكرا، عاشت ايدك. اكو نوعية من الذبحة الصدرية، يعني اذا واحد عنده ذبحة صدرية يعرفها، هي صار لها عنده 10 سنين 5 سنين، يعني يعرفها، هي يعرف منه من زيت شغل يشلب عليه صدره، ياخذ له بخة حباية تحت الإزار تروح، يعرفها، يعرف شو وقت تجي، يعني مستقرة، ذبحة صدرية مستقرة يسمونها بالعربي، زين، بالإنجليزي ستيبل. بس فجأة قامت تخربط الشغل، قامت الذبحة الصدرية تجي لوحدها تتمشى للتواليت تجي ألم، معناها السداد زاد، وضروري هذا الشخص شنو يسوي له؟ يسوي له قسطرة. شكرا، شكرا للقلوب حلوة. قلوب لطبيب القلب. أشكرك، أشكرك حبيبي، حبيبي ابن أخويا، حبيبي، شكرا، شكرا، نورتنا. نرجع، أكو أنواع بعد للذبحة الصدرية، أي أكو أنواع، أكو أنواع، أي أكو هاي اللي يسمونه بالإنجليزي سبازم. شكرا أخوان. سبازم يعني ها شنو سبازم؟ يعني تشنج، يعني الشريان ما مسدود اخي، ما مسدود الشريان، ما عندك مشكله بشيء، بس الشريان الشريان التاجي مال القلب من يتقلص هم يفوت بيه بعد دم للقلب لحظه القلب. هاي ايش وقت يصير؟ هاي صراحه صعب، خصوصا عند النساء منتصف العمر، يعني النساء عمرها مثلا خلينا نقول بالعراق بين 30 وال 40 50 هذا العمر، حتى بالرجال يجي، حتى بالرجال موجود، بس النساء، وهذا ماكو فد تحليل او فد، ما يعرفون ليش، يقولون يعني ما حد يعرف ليش يصير هذا، بس هو عادة يقعد المرأة بالليل، بالليل تقعد المرأة، حتى الرجال يقعد عنده مشنج صدره، ألم بالصدر، يريد هواء، هاي حالة يسمون شنو؟ تقلص الشريانات. علاجه ايه؟ علاجه بتعطي اسبرين وتعطي كالسيوم بلوكرز، املودوبين، فيلودوبين، هذني يفيدنا، ولازم يراجع الطبيب عليه هذا. يا هلا بالصيداني اخوي العريس ان شاء الله علي، هلا بيك. انت من احكي اني انت مو تبوقن العلاجات وتروح تعالج الناس كلهم، تقدر تستشيرني اذا اكو، شوف بالله العظيم عليكم، اذا اكو واحد انسان يحتاج استشاره يكتب لي، يحول لي التحاليل مالته الى مالت ابوه. اذا ترى انا اختصاصي قلب وشرايين، اختصاصي قلب وشرايين، يعني امراض القلب، الشرايين، الضغط،